الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أخوة الإيمان، نواصل من خلال الخطبة الثانية مع الوصية الرابعة. احنا رأينا الحديث في أربع وصايا، قلنا ثلاثة في الخطبة الأولى، ونواصل مع الوصية الرابعة، وهي الصلاة بالليل والناس نيام كما جاء في الحديث. إذا إفشاء السلام، إطعام الطعام، الصلاة بالليل والناس نيام، كل هذه الوصايا الأربعة التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية بالأرحام طبعا. والصلاة بالليل والناس نيام، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام. فالصلاة أعظم شغل وأكثر بركة تفيض على الإنسان، ومن أعظمها وأشرفها للإنسان الصلاة هي من كانت معروفة، لكن أفضل الصلاة هي قيامه بالليل والناس نيام. وهذا مما أثنى الله تعالى به على عباده المؤمنين في كتابه الكريم، إذ قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فقيام الليل ومنه الوتر لا شك أنه عمل صالح محبوب عند الله جل وعلا. ومما يذكره العلماء في هذا الباب أن قيام الليل لا يوفق إليه إلا من أحبه الله جل وعلا. قيام الليل مش حد يقدر عليه، مش سهل. أشكون اللي يقدر يخلي الفراش كما قال ربي في الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى شنو معناتها؟ تتجافى معنى البعد، الجنب بتاعك كان ملتصق بالفراش، وابعد يا فرش، خليك غاديك وتقوم. تتجافى جنوبهم إذا عن المضاجع. هذا اللي يعمل هذا ويقوم ويصلي، هذا ممن أحبه الله، فلا يوفق إليه إلا من أحبه الله جل وعلا. أن يقوم الإنسان من نومه، أو أن يكون مستيقظا في ليلة، وخاصة في الثلث الأخير من الليل قبل أذان الفجر بنصف ساعة أو ساعة، فهذا توفيق واصطفاء واختيار من الله، لا يهيئ له إلا من أحبه الله جل وعلا. وذلك أن هذا الوقت وقت شريف وزمن فاضل عظيم، كما جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل أو يتنزل في الثلث الأخير من الليل. ردوا بالنا، تنزل المولى مش كما في بالك النزول من أعلى إلى أسفل، لا، ليس هذا. نحن نعلم الحقيقة أن ربي يتنزل، لكن كيف؟ لا أحد يعلم كيف يتنزل. الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل فينادي: هل من داع فأستجيب له؟ شكون يدعي؟ نستجيب. هل من سائل فأعطيه؟ شكون يسأل حاجة نعطيها له؟ هل من مستغفر فنغفر له؟ شكون يحب؟ عنده ذنوب نغفر له؟ نغفر له في هذا الوقت. وذلك كل ليلة حتى يخرج الصبح، حتى يميت الأذان الفجر. عباد الله، في الختام أقول: هذه وصايا عظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام، وثواب ذلك كما جاء في الحديث في آخره: تدخلون جنة ربكم بسلام. وصدق الله العظيم حين قال في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإحسان. سبحان من خضعت لعظمته الرقاب، سبحان من لانت بقدرته الشدائد والسلام، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد،
البر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أعوذ بك ونعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الديك وقهر الرجال. اللهم اجعلنا ممن يفشون السلام ويكرمون الطعام ويسألون الأرحام ويقومون بالليل والناس نيام، فتدخلهم الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا أكرم المعطين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا مغفرة نصر بها شأننا في الدارين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة نسعد بها في الدارين. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا نكفرها أبدا. اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. وصل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.